ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع. بعد التحية، يعني زيارة هامة جدا، من رأيك صف لنا تبعات وحول هذه القضية أو الزيارة الرسمية. طبعا الزيارة بتأتي في وقت دقيق ومهم جدا. احنا عارفين ان العالم كله بيشهد تحولات كبيرة وصراعات وغيره. مصر على مدى السنوات الأخيرة مع الرئيس عبد السيسي الحقيقة بتركز على الإحياء ودعم والتواضع التشابك والشراكة والتعاون مع دائرتها الأفريقية الاستراتيجية. والحقيقة زيارة الرئيس الرواندي، رواندا لديها تجربة مهمة، يمكن الرئيس أشار في المؤتمر الصحفي إلى هذا الأمر، تجربة ملهمة وتجربة مهمة، من تحديات كبيرة إلى سياق تنموي مهم. مصر لديها نفس التجربة في سياق برضو بناء القدرات وبناء التنمية والتنمية. ففكرة الشراكة والتعاون، أولا مصر بتدفع نحو بناء علاقات تنموية وعلاقات شراكة تجارية واقتصادية مع الدول الأفريقية، مع الاتحاد الأفريقي، إحياء الاتحاد الأفريقي، منطقة التجارة الحرة. فالزيارة بتأتي في وقت مهم، وبتأتي في وقت أعتقد كان فيه أكتر من يعني مجموعة من مذكرات التفاهم في مجال التدريب الدبلوماسي، في مجال الشباب، في مجال الرياضة، تكنولوجيا المعلومات، ودي شيء مهم جدا في السياق الإطاري. فكل ده الحقيقة أنه دي في سياق تحركات مصر. الرئيس عبد الفتاح السيسي على المستوى العربي والأفريقي تحركاته خلال الفترة الأخيرة، لأنه أفريقيا لديها الحقيقة إمكانيات كبيرة، لكنها تحتاج إلى تنظيم هذا الأمر في سياق بناء التنمية وبناء القدرات، وده هيبقى شيء مهم جدا. وزي ما احنا قلنا انه رواندا لديها تجربة في غاية الأهمية في هذا الأمر. بلدين لديهم طموحات مهمة، لديهم طموحات في البناء، في التنمية، كمان التباحث فيما يتعلق بالعلاقات الأفريقية، العلاقات الإقليمية، بناء سياقات مختلفة في التعامل مع قضايا زي الإرهاب أو قضايا زي غيره، التفاهم في قضية سد النهضة والقضايا المختلفة السياسية القائمة وأهمية التوصل إلى اتفاق ملزم فيما يتعلق بملء وتشغيل السد. يعني مصر بتلعب دور مهم جدا وبتدفع نحو هذا الأمر، وحتى إطارة فكرة استضافة مصر للنسخة 27 من قمة المناخ في هذا السياق، مهم جدا انه يبقى في حشد لهذا الامر. واظن انه رواندا ومصر كلاهما مهموم بهذا الامر، وانه لاول مره في دوله افريقيه من الدول الافريقيه بترفع صوتها. في النسخه 26 كان كلام مهم ان تلتزم الدول الصناعيه بسداد ما عليها، ممكن يبقى في توصيات متوازنه جدا في النسخه الجايه، والدول الافريقيه بحاجه الى تنميه قدراتها في التعامل مع التغير المناخي اللي يؤدي الى مشكلات اقتصادية ومشكلات في الزراعة وفي الطقس وفي المناخ وفي كثير من التفاصيل. يعني بالفعل كانت هناك إشادة أيضا من الرئيس الرواندي بالدور المحوري الذي تقوم به مصر مؤخرا، وأيضا كان هناك تطرق للعديد من القضايا، وطبعا يشهد الفترة الأخيرة اهتمام كبير باستضافة رؤساء من القارة الإفريقية. يعني ما دلالات ذلك؟ دلالات مصر دائرتها الأفريقية، الرئيس عبد الفتاح احيا ودعم الدائره الافريقيه. احنا عارفين انه دوائر مصر، الدائره العربيه، الدائره الاسلاميه، الدائره الافريقيه، والحقيقه الدائره الافريقيه، الدائره المتوسطيه، وجدوا اهتمام ومتابعه ودعم كبير في ظل يعني في توجه الدوله المصريه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لانه مصر بموقعها الجغرافي بتمثل جسر مهم جدا بين افريقيا واوروبا من ناحيه، وفي نفس الوقت مصر بتدفع الى انه الشراكه والتعاون، وانه مصر يبقى فيه شراكة وتعاون تنتج مصالح تدعم المصالح المشتركة وتواجه التحديات المشتركة، لأنه أفريقيا لديها مواد خام، لديها إمكانات اقتصادية مهمة، لكنها غير مستغلة بالشكل الأمثل، وبالتالي فمصر تدفع في هذا الأمر. وأظن أنه في سياقات زي ما احنا بنقول التحولات اللي في العالم بتثبت أهمية أن قارة أفريقيا تستطيع من خلال تفاهمات وتطوير للسوق المشتركة للتكامل الاقتصادي انها تكون قادره على اقامه اكتفاء ذاتي في ظل ازمات متتاليه للغذاء والوقود والطاقه وغيره. فده كل دي قضايا مهمه، ومصر بتقوي دائرتها الاستراتيجيه الافريقيه لانها دائره مهمه، وبتقوم بجسر مع اوروبا. واظن انه مصر كمان
استطاعت خلال السنوات اللي فاتت انها تقيم مجموعه من القمم مع اوروبا ومع افريقيا، اوروبا افريقيا الصين افريقيا اليابان افريقيا روسيا، كل دي طبعا بتدفع نحو اهميه قدره ان افريقيا تمتلك القدره والتكامل بالفعل الاقتصادي على صناعه اكتفاء ذاتي واستغلال ثرواتها ومواردها الخام. بالفعل يعني كانت هناك ايضا اشاده من الرئيس السيسي بتجربه رواندا الرائده في التنميه وانتقالها الى مرحله التنميه والرخاء. اشكرك شكرا جزيلا الاستاذ اكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع، كنت معنا عبر الهاتف.